حسن الجيرة بين الخرطوم وجوبا لم يدم إلا 9 أشهر. في 9 يوليو عام 2011 انفصلا ووعدا بالسلام. في مارس تحاربا وتواعدا على العداء والانتقام. كان اليوم الذي أصبحت فيه دولة جنوب السودان الدولة 193 يوما رائعا في إفريقيا، هكذا تحدث كل من حضر احتفالات الاستقلال في جوبا. لكن خطب التهليل كانت تخفي في السطور وبينها بذور حرب وخوف من أن السلام لا يبنى بالكلام. سيلفا كير قال لسكان أبيي ودارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان: لن ننساكم، عندما تبكون نبكي وعندما تنزفون ننزف. في يوم الاحتفال أيام السلام قال البشير: جئنا لنشارككم فرحتكم، لا زهدا في الوحدة ولكن تأكيدا على أن الوحدة لا تكون بالحرب. انفصل السودان إلى سودانين واتجه البلدان إلى مسارين مختلفين، لكن النفط وأبيي والحدود المشتركة وجنوب كردفان والنيل الأزرق قضايا نائمة أيقظتها الحرب في هجليش. الجالسون وراء مرصد الأحداث في السودان يقولون إن هجليج لا تعد أن تكون سوى تنفيس عن احتقار يلجأ إليه السياسيون كلما اشتدت العداوة بينهم، ولا يدفع ثمنه إلا البسطاء وضعاف الناس ومن الذين لا حول لهم ولا قوة. فيما يرى الحائرون في متاهة الوساطة ومنهم ثام بيكي وسيط الاتحاد الإفريقي أن جوبا والخرطوم عالقان في منطق الحرب. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع من قابل النقاش: النزاع حول هجليج، رسائل عابرة بين جوبا والخرطوم أم حرب طويلة الأمد وشاملة؟ يشارك في التحليل والنقاش كل من السادة عبد الوهاب الأفندي أستاذ العلوم السياسية بجامعة ويستمنستر البريطانية من كامبريدج، ينضم إلينا من الخرطوم فيصل محمد صالح الكاتب والصحفي، وستيفن لوال الكاتب والصحفي أيضا وكلاهما من الخرطوم. كما تعودنا إذن في كل حلقة نطرح سؤال على ضيوفنا يتطلب إجابات مختصرة في شكل عناوين تمهيدا للنقاش بعد قليل. الوسيط الأفريقي ثام بيكي إذن قال إن جوبا والخرطوم عالقان في منطق الحرب، هل يمكن أن تدفع الحرب في هجليج إلى ما هو أخطر، إلى تورط البلدين في مستنقع الحرب؟ أبدأ معك دكتور عبد الوهاب. أنا أعتقد للأسف أسوأ ما كنا نخافه الآن قد حدث. يعني هناك ما ذكروا أم بيكي عن منطق الحرب، يمكن الآن أن نقول أن آلة الحرب بدأت تدور، وأن آلة الحرب هذه أحياناً تسوق الناس إلى حيث لا يريدون. سيد فيصل، أنا أعتقد أنه يمكن تلخيص المسألة على قرار قصة رواية شارلز ديكنز قصة مدينتين. أعتقد أنها قصة بلدين، من الأحلام العظيمة إلى الآلام الكبيرة. هذا يمكن أن يلخص العلاقة في هذه الشهور القليلة بعد انفصال الجنوب. سيد ستيفن، كيف ترى الأمر؟ هم لهم الفرصة لإنقاذ الوضع، لهم الفرصة لإنقاذ الوضع، كما أيضا لهم العمل إلى العودة لطاولة الحوار من أجل إيجاد حلول مناسبة لهذه الوضع الآن. يمكن نعم. هذه الوضع يعني عججت كل الأروقة. نعم. بالنسبة للأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي. صحيح. بالتالي نعم. طيب. لهم الفرصة أن يعودا إلى التفاوض. نعم. طبعا لهذه العناوين حجج براهين نتعرف عليها بعد حين. استعادت جوبا والخرطوم أجواء الحرب، ومن نسي الحرب الأهلية الأولى عام 55 قد لا ينسى الحرب الثانية عام 83، ومن نسي الاثنتين فأن له أن يغض طرفه عن 1.5 مليون شخص أزهقت أرواحهم، وأربعة ملايين عاشوا مشردين ونازحين. استولت قوات جنوب السودان على منطقة هجليج الحدودية، فتجاوزت جوبا والخرطوم هذه المرة التهديدات والتحذيرات من حرب وشيكة اعتاد كلا الشعبين على أنها كاذبة، ورمت هجليج بالإخوة الأعداء في قلب معركة وحالة من العداء والتصعيد لا سابق لها منذ الانفصال. هجليج فصل جديد من فصول التوتر والعداء على امتداد 1800 كيلومتر من الحدود الجغرافية وأكثر من نصف قرن من الحدود النفسية. الحرب في هجليج لم تكن إلا نتاجاً لتفاقم الخلاف
حول وضع الحدود المشتركة وتبعية الأراضي المتنازع عليها وعلى رأسها أبيي ومقدار الرسوم التي يتعين على دولة الجنوب التي ليس لديها منافذ بحرية دفعها مقابل تصدير خامها عبر الشمال. وقبل أن تجري الرياح بما لا تشتهي محادثات أديس أبابا وتلغى القمة بين البشير وسلفاكير، بدأ صراع لي الذراع في يناير الماضي عندما أوقف الجنوب إنتاجه النفطي بالكامل ليعاقب الخرطوم ويذوق كذلك وبال أمره، فيستيقظ على خبر نفاد الوقود من المحطات في جوبا وطوابير الانتظار المرير في دولة تعتمد ميزانيتها على إنتاج النفط. لم يكن في الحسبان أن يضرب جنوب السودان الوطن الأم في مقتل، لكنه أوقف فعلا أحد الشرايين الرئيسية للاقتصاد السوداني الذي ينزف أصلا بفقدانه 3/4 إنتاجه النفطي، وحرمه من حقله جليج الذي يوفر نحو نصف إنتاج السودان المتبقي. الهجوم كان مباغتا ربما بسبب الاطمئنان الذي كانت تفرضه الشرعية الدولية وقرار محكمة لاهاي بأن حقلي هجليش وبامبو يتبعان الشمال. نقاشنا يبدأ الآن. إذن سنبحث الآن مع ضيوفي في السؤال المحوري وهو الأسباب والغايات من الحرب بين دولتي السودان وجنوب السودان في هذا التوقيت بالذات. أبدأ معك سيد فيصل، المتابعون للشأن السوداني من قريب كانوا ينتظرون ربما نزاعا أو مناوشات عسكرية في أبيي المتنازع عليها، لكن جوبا فاجأت الجميع بسيطرتها على حقل هجليج بما في ذلك الجيش السوداني الذي تفاجأ بالأمر. كيف يمكن تفسير ذلك؟ أنا أعتقد أنه أولا يحتاج المرء ربما بالعودة إلى الذاكرة إلى تاريخ مثقل بتعقيدات سياسية وأمنية وعسكرية لا داعي للخوض فيها، لكن يعلم الناس أنها انتهت في النهاية إلى أن انقسم السودان إلى دولتين، السودان في الشمال وجنوب السودان في الجنوب. هذه التعقيدات لم تزول، هذه الصور الضبابية تصور كل شخص عن الآخر ما زالت موجودة، تعقيدات كما ذكرت سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وثقافية واجتماعية. لكن الأهم من كل ذلك أن الانفصال لم يحسم القضايا العالقة، ظلت هناك قضايا عالقة وظل الناس يحذرون أن هذه القضايا العالقة ستعود ربما بالناس إلى وضع إما وضع حرب أو إلى وضع فيه توترات. وكان من الأفضل لو جلس الطرفان وحسما هذه القضايا، قضية الحدود وهذه إحدى نواتجها ما حدث في هجليج، قضية البترول، الاتفاق على النصيب الذي يدفعه الجنوب مقابل التكرير ومقابل المرور استخدام السودان كممر للتصدير، بالإضافة إلى قضايا المواطنة والجنسية التي مع الأسف حسمت من طرف واحد وبشكل أنا أعتقد أنه فيه كثير جدا من الظلم والغبن الذي وقع على أي من الشماليين المقيمين بالجنوب أو الجنوبيين المقيمين بالشمال لفترات طويلة. ثم قضايا الأمن، حيث يتهم هناك توترات أمنية وهناك اتهامات متبادلة من كل طرف بأنه يدعم خارجين على الشرعية السياسية بمعنى حركات مسلحة في هذا الطرف أو ذاك. كل هذه القضايا العالقة يمكن في أي لحظة أن تتفجر، أضيف إليها عدم الثقة المتوفر بكثرة بين الحكومتين وبين الحزبين الحاكمين، ومع الأسف هم ماذا لا يتعاملان ويتعاركان كأنهم حزبان في منظومة سياسية واحدة. هذه واحدة من المشاكل، بمعنى أنه كنا نحاول أن نقاوم الحالة النفسية للانفصال ونقول دعونا نفكر كبلد واحد. الآن نحن نريد أن يوغن الطرفان أنهم انفصلا وصارا دولتان مختلفتان وأن يتعامل على هذا الأساس وليس على أساس المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. يعني أن الانفصال وقع حقيقيا على الأرض ولكن ليس نفسيا، هل هذا ما تريد أن تقوله؟ نعم، نحن كنا نريدها لا يحدث نفسيا بمعنى بالشكل الإيجابي، بأن يظل هناك شكل من أشكال التعامل بين البلدين وكأننا شعب واحد في دولتين، لكن مع الأسف الآن ظل الأثر السلبي بمعنى أنه لم يقتنع الطرف بأن ذاك صار دولة، ما زال يناوشه ويتعامل معه وكأنه مشاكس، طرف مشاكس في لعبة سياسية واحدة. هذه المسألة التي جعلت الوضع قابل للانفجار في أي لحظة. الآن هجليج مجرد يعني كبريت اشتعال، نقطة اشتعال،
ولكنها هي ظل لكل ما 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 ذكرته وكل التعقيدات التي ظلت موجودة في علاقة الطرفين. طيب أود أن أخذ وجهة نظر الجنوب الآن. ستيفن، هل جوبا فعلا تعي عواقب ما فعلت وهي الدولة الوليدة التي لم تستكمل تكوينها بعد، وكيف يمكن تفسير هذا الهجوم، هذه السيطرة في هذا التوقيت بالتحديد؟ أولا شكرا جميعا. أنا أريد أن أقول شيء، أنا أتفق في بداية الأمر مع الأخ فيصل، لكن جملة على ما حدث في منطقة حجليج أو أي منطقة أخرى الآن متعاذمة بنذور حرب آخر، أنا أعتقد بصورة عامة أنه جوبا تعمل من أجل إعادة بناء العلاقات بين الشمال والجنوب بالطريقة السلمية، ولكن هي تقول إن هناك هجمات تقع عليها من والهجمات هذا تقوم من منطقة هجليج، فبالتالي قامت برؤيتها، وهذا يعتبر بالنسبة لدولة جنوب السودان رد الاعتبار أو حماية سيادتها، يعني تريد من خلال على السيطرة من خلال السيطرة على منطقة تابعة للشمال. لا 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 ليس كذلك. أنا أريد أن أقول شيء، إن منطقة حجليج وكل المناطق التي ربما يمكن فصلوا منها منطقة حجليج، كل المناطق التي يسمى بأنها المناطق المتنازع عليها، هي ليس يعني قانة للنزاع للطريق الذي نشاهده الآن، إنما نريد أن نقول إن حكومة الجنوب هي تسعى أن يعني تفرض الطريقة السلمية للحوار، الطريقة السلمية للتوصل إلى حلول جذرية لحل كل المشاكل العالقة، هذا من ناحية. ومن ناحية آخر طريقة احتلال حجليج أو كما يقال جمهورية جنوب السودان يقولون إن منطقة حجليج هي ليست سودانية، فبالتالي يقولون إن هذه المنطقة ليس اسمها حجليج، يسمونها بأنها منطقة اسمها فان طاو. هذه المنطقة يعتبر إنها موجودة في جنوب السودان، فبالتالي هناك مشاكل، هناك عدم المعرفة بهذه المنطقة. يعني حينما قالوا إن هذه المنطقة هي منطقة جنوبية واسمها فان طاو، تعود إلى في أحد نميري الرئيس السابق، حينما في سنة 78 حينما كان أعلن أن هذه المنطقة بالتحديد ربما يمكن أن تسجب الوحدة، أو يمكن أن الجميع تعمل، ووضعها كنموذج لوحدة الشعب السوداني، فبالتالي صارت هذه المنطقة وسميت تلك المناطق بهذه الأسماء. فمن ناحية حكومة جنوب السودان يعتبر أن هذه المنطقة منطقة جنوبية، ومن ناحية حكومة السودان يعتبر أن هذه المنطقة منطقة سودانية. أود أن أبقى معك في هذه النقطة حقيقة. لا اسمح لي سيد ستيفن، اسمح لي. محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي قضت عام 2009، وكنتم أو الجنوبيون كانوا موجودون هناك، ورضوا بأن المنطقة تعود بالكامل إلى سلطة الخرطوم. لماذا اليوم نعود نفتح هذا الملف وتسيطر على المنطقة عسكريا من قبل الحركة الشعبية؟ أريد أن أقول شيء، إن هذا الكلام الذي تحدثت عنها قبل قليل، أنا أتكلم في المناطق المتنازع عليها كأبي أو مناطق أخرى وفق القرار بتاعة المحكمة الجنائية، المحكمة العدل الدولية تحدثت أن هذه المنطقة ربما يمكن أن تؤاذى النظر إليها إلى مقر المحكمة إذا لم تحل عبر التفاوض بين الدولتين. منطقة حجليج هذا إذا رأينا كيفية حلها أو كيفية يعني حل هذه التوتر وخفض هذه التوتر، أريد أن أقول شيء، هذه كلها لا تنتج نتيجة، لأن الحرب ليس لها أي نتائج غير الدمار والخراب. طيب. نريد شعب جنوب السودان وشعب السودان يريدان يعود إلى دائرة التفاوض لحل كل القضايا، ليس من أجل احتلال مناطق أو
سكب كثير من الدماء. وضحت الفكرة. الكل يريد أن يعود إلى التفاوض. نعم دكتور عبد الوهاب. دكتور الشمال يقول إن ما حدث هو تعد سافر على الوطن على أراض سودانية، والجنوب يقول إنها ردة فعل على ربما تحركات عسكرية جوية من قبل الشمال على أراض في الجنوب. كيف يمكن أن نفهم ما يحدث اليوم بما أنه تحول الآن إلى الحرب الدائرة في الميدان؟ حقيقة يعني هذه الحرب لم تبدأ في هيليج. أنا كررت مرارا قبل كده أن الحرب بين الشمال والجنوب بدأت في يوليو بمجرد الانفصال، وفي بعض الأماكن قبل الانفصال، لأن التمرد الذي وقع في دار في جنوب كردفان والذي وقع في النيل الأزرق وقع من قوات كانت تتبع الحركة الشعبية، هي الفرقة 9 و10، وهي كانت جزء من جيش الجنوب. لما جاء الانفصال طلبت منها الحكومة الشمالية أن تنزع أسلحتها، رفضت وبدأت الحرب. بالنسبة للجنوب يعني الإشكالية ليست إضافة إلى ما قاله الأخ فيصل من أنه هناك عامل نفسي، هناك عامل هيكلي من ناحيتين. من ناحية هو ارتباط الجيش الشعبي بالحركات المتمردة في جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، هذه تعتبر جزء من الجيش. وأيضا بالنسبة للجيش الشعبي هؤلاء يعني ناس قاتلوا مع الحركة الشعبية لأكثر من 20 سنة، فتشعر بشيء من العرفان أو الولاء تجاههم، ويصعب على قيادة الجنوب أن تترك هؤلاء يقاتلون الخرطوم لوحدهم، ولم تستطح كذلك أن يعني تتوصل إلى حل سلمي لقضيتهم. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن الجنوب حتى 9 من يوليو الماضي كان مع أنه كان الحركة الشعبية هي التي تحكم الجنوب وتسيطر عليه في كل شيء، لكنها كانت دائما تلوم الشمال على التقصير الذي يحدث في أدائها في التنمية. بعد 6 سنوات من حكم الحركة الشعبية ما يزال الجنوب ليس فيه طرق، ليس فيه هاتف، ليس فيه خدمات صحية، ليس فيه تعليم. وإضافة إلى ذلك عندما وقعت قصة الخلاف على النفط أغلقت حركة حكومة الجنوب النفط، فأصبح الآن لديها إشكال يعني اقتصادي سياسي. لا تستطيع الآن تواجه الشعب وتقول لهم أنا المسؤولة عنكم وأنا المقصرة، فاختارت أن تتوجه إلى الشمال للوم الشمال والاستمرار في لوم الشمال على اللي هو شيء اعتاد الجنوبيين عليه أطول من اللازم في نظري، أن كل شيء يلوم عليه الشمال. فأصبح الآن يعني هذا يجعل نوع هذه الحرب مختلفة حتى من الحرب التي كانت في، طيب في الماضي. فهمت منك دكتور عبد الوهاب أن الجنوب يريد أن يوجه نظر الجنوبيين عن الحالة التي يعيشونها الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، فيلومون الشمال. الشمال الآن لماذا يريد أن يدخل في هذه الحرب؟ الشمال حقيقة أيضا الآن هو يعني إذا احتلت أرضك يعني لا تستطيع إلا أن تفعل. يعني الحكومة الآن في الشمال لو لم تسترد هيليج ستسقط هي نفسها يعني. وهذا الكلام الذي أردت أن أقوله، أن هذه الحرب تختلف من الحروب السابقة. يعني الحرب في السابقة كانت حرب بين الحكومة في الخرطوم وبين الحركة الشعبية، هذه حرب بين الشمال والجنوب. يعني بين الشماليين في السابق لم يكونوا يؤيدوا الحكومة، يعني يمكن غالبيتهم لم يكونوا يؤيدوا الحكومة في حربها في الجنوب، كما غالبيتهم لم يؤيدوا الحكومة في حربها في دارفور. لكن الآن معظم الشماليين يؤيدون الحكومة في حربها، ومعظم الجنوبيين يؤيدون حكومة الجنوب في حربها ضد الشمال. والآن أصبحت هناك تعبئة، وهذا ما عانيت في الأول عندما قلت أن آلية الحرب عندما تنطلق قد تخرج من أيدي الذين يشعلونها. هل دكتور فيصل أتحول إليك الآن، هل نحن أمام حركة شعبية جديدة تجنح للحرب والقوة أكثر من جروحها للسلم وللتفاوض؟ أنا أبني على ما قال الدكتور عبد الوهاب الأفندي. فعلا هناك أولا عقلية حربية موجودة في النظامين، يجب أن نعترف بذلك، بمعنى أنه هناك أناس في حكومة الشمال يرون لا مخرج إلا الحرب، وهم استثمارهم كله في الحرب طوال السنوات الماضية وليس لديهم استثمار آخر.
والحرب أيضا يصلح كشماعة لكل الأخطاء السياسية والاقتصادية وغيره، وبالتالي لا يريدون أن يتخلوا عن هذه الشماعة حتى يواجهوا الحقيقة والواقع. لكن مع الأسف حتى الحكومة الوليدة في الجنوب أفرزت عقليات مشابهة، هناك عقليات في الجنوب ترى أيضا في الحرب برضو وسيلة لإلقاء اللوم عليها في كل الفشل أو في عدم القدرة على معالجة. الجنوب دولة وليدة والتحديات التي تواجهه ضخمة وكبيرة جدا، وبالتالي من المؤكد أن هناك صعوبات كبيرة تواجه دولة الجنوب. هناك البعض أيضا الذي يريد أن يتجه إلى الحرب، والحرب أيضا يمكن أن توحد صفوف الجنوبيين إذا كانت هناك بينهم خلافات. فمع الأسف عقلية الحرب في الشمال وعقلية الحرب في الجنوب تلاقت، وفي هذه المرة تلاقت مع ضعف في حركة المجتمع المدني التي تريد أن تسعى نحو السلام. ولكن هناك نقاط استفهام على الأقل مثلا في المجتمع. هناك نقاط استفهام ربما وضعت عندما تمكنت قوات الجيش الشعبي من حسم معركة في منطقة استراتيجية حدودية تضم في بطنها ما يقارب 60% من نفط السودان، أخضعتها لسيطرتها وفي وقت قياسي. ألا يضع هذا نقاط استفهام حول وجود الجيش السوداني أو ضعف، أو ربما كما يذهب للبعض أن هذا الأمر مقصود من أجل الوقوع في هذه الحرب؟ لا، أنا لا أشك في حكاية القصد والتعمد، لأنه خطر جدا، لعبة خطرة جدا، لعبة القصد والتعمد بهذا السبب. لكن هناك تساؤلات كثيرة جدا، نعم، حول موقف القوات المسلحة والجيش ولماذا لم تكون هناك حماية وتأمين كافيين للمنطقة. والمسألة وصلت حتى إلى البرلمان، ووصل إلى أنه بعض النواب طالب باستدعاء وزير الدفاع وطالبه بالاستقالة، والنقاش يدور بشدة في هذه المنطقة. الأخطر في الموضوع هو أنه استعادة أخطر، يعني الاستيلاء عليها بشكل ما يمكن أن يكون سهلا. الآن المحنة الكبيرة التي تواجه الجيش السوداني هو كيفية استعادة أبيي، كيفية استعادة هجليج عبر حرب، وفي نفس الوقت المحافظة على المنشآت النفطية. هذه المسألة هي منبع الخطورة الآن، تريد أن تخوض حربا لإجلاء جيش مقيم في المنطقة، وفي نفس الوقت تريد أن تحافظ على المنشآت النفطية. تفضلت وذكرت أني حوالي 60% من البترول الذي ينتج في السودان ينتج من هذه المنطقة. أنا أيضا أظن أن الجيش الشعبي عندما قصده كان يريد أن يرد. لماذا يتوقف إنتاج النفط في الجنوب وهو بهذا الحجم الكبير، بينما يستمر إنتاج النفط في الشمال؟ لذلك تم استقصاد منطقة هجليج أيضا لإيقاف النفط على الأقل كشكل من أشكال الانتقام. لكن ما يغلغني أكثر في هذه المسألة أن هناك الآن تعبئة في الشمال وفي الجنوب، تعبئة نحو الحرب. وأستطيع أن أقول في الشمال أن هناك انقسام في المجتمع، هناك ما تزال حركات ومنظمات مجتمع مدني ومجموعات سياسية وأفراد تقاوم الاتجاه نحو الحرب وتسعى نحو السلام. هذه الحركات مع الأسف أنا أرى في الجنوب أنها قائبة. هذا ما يجعلنا نتساءل، ولم أسمع أصوات. نعم، هذا ما يجعلنا سيد فيصل نتساءل بالتحديد، هل أسقطت هجليج جوبا والخرطوم في مستنقع الحرب، أم أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون استعراضا للعذرات؟ وسنجيب على هذا التساؤل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. النزاع حول هجليج، رسائل عابرة بين جوبا والخرطوم أم حرب شاملة وطويلة الأمد؟ أتحول إليك سيد ستيفن. كما ذكر قبل الفاصل سيد فيصل، هناك تعبئة من الجانبين في حقيقة الأمر وتجييش للعواطف في هذه الحرب. برلمان الجنوب أيضا دعا إلى هذه التعبئة والتأهب للدفاع عن النفط في حال نشوب حرب مع الشمال. ما صدى هذه الدعوة لدى الجنوبيين برأيك؟ أولا بالنسبة للتعبئة الشعبية التي تقوم بها الحكومة بتاعت جنوب السودان وحكومة السودان، إذا رجعنا في الحقيقة نجدها إنها هي على مستوى السيادة بتاعت الدولة حقها إنها تعبي عشان تحمي السيادة بتاعتها. لكن إذا رجعنا إلى جمهورية جنوب السودان نجد إنه في جمهورية جنوب السودان هناك تعبئة من أجل الدفاع عن النفس ليس أكثر. هذا من ناحية، ومن ناحية هنا أيضا التعبية مستمرة من أجل أن الدفاع عن الأرض وعن واستعادة منطقة هجليج. هذه كلها لا تنتج أنها شيء إذا لم نعود ونتحدث عن كيفية أن نبني علاقات مستقبلية ومتينة بين الشمال والجنوب، لأن هنا تكمن القضية. كيف نبني العلاقات المستقبلية بين الشمال والجنوب حتى تعود الأمن والسلام والوعام بين الدولتين؟ هذا من ناحية يمكن الآن بعيدة شديد جدا جدا، ولكن الآن عبركم تقريبا أناشد كل القوى الشعبية والشبابية أن تعمل من أجل التعايش، يعني من أجل خلق نوع من جو ملائم للتعايش السلمي.
لأن هذه هي المطلب الحقيقي لحل بعض القضايا. أما القضايا التي الآن نحن نجدها كمثل منطقة حجنيج، هذا ممكن أن يحل عبر تفاوض أو يعطي بين الوسيط أمريكي أو أي شخص، أي شخص ممكن يجي ويكون وسيط بيناتنا علشان يخلق جو صالح للتعايش بين الدولتين. هذا هو المطلب الرئيسي الشعبي. أنا أؤكد لك سيد ذلك. ستيفن من ابتهج لهذه الحرب وحتى فصل من عمله في الشمال، هل ما تقوله يعكس رأي كل الجنوبيين؟ الجنوبيين لا يسعون للحرب، الجنوبيين إطلاقا لا يسعون للحرب، ولكن كل ما يطلبون بها هم أن يعيشوا بأمن وسلام وإعام مع إخوتهم وجيرانهم في 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 السودان، ليس أكثر، هذا هو مطلبهم الأساسي. لكن إذا فرضت لهم كما الآن الحكومة السودانية لا تقبل أن يفرض عليها حرب، وكما فرضت لهم الحرب في الجنوب، هي الآن تستعيد لكي تدافع عن نفسها وتدافع عن أرضها. طيب. لكن منطقة حجليج هذا، منطقة حجليج هذا، دعنا نوضح شيء، ولكن سيد ستيفن لم يحدث قبلا أن احتلت أو سيطرت الجنوب على منطقة تابعة إلى الشمال، هذا لم يحدث قبلا، هذه هي أول مرة، ولهذا هناك العديد من نقاط الاستفهام وتحولات غير مفهومة. دكتور عبد الوهاب، هل فعلا هناك أطراف أجنبية كما قال البشير تلعب الآن وتحاول أن تؤثر على هذه الحرب الدائرة؟ وفي تحليل لك دكتور، وجدت أن التفسير الوحيد لكل هذه التحولات غير المفهومة هو وجود عامل خارجي وخفي طبعا، وذكرت أن تكتيكات الجيش الشعبي في احتلال حجليج تذكر بتكتيكات اتبعها من قبل الجيش الإسرائيلي، هل ما زلت مع هذا التفسير؟ يعني إلى حد ما طبعا، يعني حتى الآن مثلا الأخ ستيفن يتحدث عن أنه الحركة الشعبية احتلت حجليج حتى تدافع عن نفسها، يعني هذا نفس الكلام اللي كان يقولوه الإسرائيلي، احتلنا الجولان حتى ندافع عن، لأنه الجولان منطقة استراتيجية فنحتاج إليها. لكن هو الإشكال أنك أنت عندما تحتل أرض الآخرين هذا هو الذي يهدد أمنك. يعني الإشكالية في 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 نظري أنا، يعني أريد أن أضيف نقطة أخرى، أنه إذا أردنا فعلا أن نفكك هذه المشكلة فنبدأ بالحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق، أنه يحصل بين، يعني أنا طرحت هذا الأمر أيضا على الوسيط تابو مبيكي، أنه يقترح حل سياسي لقضية النيل الأزرق حتى يعفي الحركة الشعبية من التزاماتها تجاه المقاتلين في النيل الأزرق. لأنه الذي أخشاه الآن، سمعنا من الحكومة السودانية تقول أنها الآن ستسعى لإسقاط حكومة الحركة الشعبية. الحكومة حتى تسعى لإسقاط الحركة الشعبية، هذا يعني أنها ستدعم حركات معارضة في الجنوب. في الماضي كانت الحكومة السودانية أيضا تدعم حركات معارضة في الجنوب، لكن بعد الانفصال تراجعت عن هذا باعتبار أنه الآن لم يعد لها مصلحة في الأمر، هي كانت تدعم هذه الحركات عندما كانت الحرب قائمة. الآن إذا بدأت الحكومة السودانية في دعم الحركات المتمردة في الجنوب وأعلنت أنها يعني لا بد أن تمضي في الأمر حتى النهاية، وإلا ستفقد ثقة هذه الحركات مرة أخرى ولن تستفيد منها، وبالتالي أنه ما لم يحدث يعني إيقاف لهذه الحرب بسرعة، فكما ذكرت قد ندخل في آليات لا يصعب إيقافها من قبل. الآن الحركة الشعبية في الجنوب غير قادرة على أنها توقف الدعم للحركة الشعبية في الشمال بسبب التزاماتها السابقة والتزاماتها الأخلاقية أمامها. إذا دخلت الحكومة السودانية في التزامات أخلاقية مماثلة أيضا سيصعب من الصعب عليها بعد ذلك أن توقف هذا الأمر، وستستر إلى الاستمرار في هذا الأمر ربما على الأقل إلى سنوات طويلة حتى يحصل شيء معين. فعليه العقلاء يجب أن يحركوا الأمر حتى تقف الحرب الآن، لأنهم بعد ذلك لن يستطيعوا أن يوقفوها حتى لو أرادوا. سنتحدث عن دور العقلاء طبعا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. سيد فيصل، هل أولا تتوافق مع هذا الرأي لدكتور عبد الوهاب أن هناك نوايا غير معلنة لإضعاف الحركة الشعبية، ثم هناك في الخرطوم في السودان كيف يعيش الشارع أجواء الحرب الآن؟ دعينا أولا أقول أنه هذه النوايا معلنة وليست غير معلنة،
النوايا معلنة، الحركة الشعبية على لسان أشخاص كثيرين قالوا أن السبب في كل هذه القضية هي المؤتمر الوطني في الخرطوم. ربما لم يقولوا أنهم سيصوتونه، ولكن أشاروا إلى أنه هو المشكل ويجب أن يزول، ناشد الشعب السوداني إزالته، وبالتأكيد جوبا تدعم الحركات المسلحة في السودان، وبالتالي يعملوا على إسقاط المؤتمر الوطني. في السودان على مستوى المسؤولين كلهم مفهوم، الرئيس البشير قال الآن الهدف هو جوبا وإسقاط وتحرير جوبا من الحركة الشعبية، وبالتالي المسألة ليست مجرد نوايا، المسألة إعلانات حتى وإن كانت غير جادة، نعتقد أنها من الخطورة بمكان. هذه المسائل بالتحديد يجب إيقاف الضغوط الدولية، يجب أن توقف هذه العقلية في البلدين. ليس هناك، الشمال ليس مسؤولا عن من يحكم جوبا، هذا اختيار الجنوبيون يختارون من يحكمهم، إنما التعامل مع كيف تتصرف هذه الحكومة. أيضا الحركة الشعبية في الجنوب يجب أن تتخلى عن عقلية أنها مسؤولة عن المستقبل السياسي في الشمال، وإذا كان السودانيون يرضون بالمؤتمر الوطني أو لا يرضون هذا أمر خاص بالشعب السوداني يحله لوحده، ومن المفترض أن ترفع جوبا يدها عن الأمر. هذه عقلية خطيرة. نعم. فيما يتعلق بالوضع في الشمال، أنا أستطيع أن أقول بدأت هذا أنه الجبهة الداخلية في الشمال منقسمة تماما، من الصعب أن نقول أن هناك موقف موحد، وهذا نتاج العملية السياسية المستمرة في البلاد أكثر من 20 عاما، يعني المواقف تتباين. بالتأكيد هناك موقف الحكومة ومن يؤيدونها، وربما هناك بعض موقف قطاعات من الشعب غير المسيسة التي رأت أن هذا الأمر الآن مختلفا، أن هجليج أرضي سودانية محتلة، وهل هناك من يصطاد في الماء العكر من السياسيين مستعد. سيد فيصل، وهناك بالتأكيد من على الأقل وقف على الطرف باعتبار أن هذه الحكومة يعني باستمرار تحرم الناس حقوقها، والآن تطالب بالواجبات، وهذا قيل كثير جدا في المنابر أنها تحرمنا حقوقنا في العمل السياسي وفي التعبير وفي غيره. ومن غير المعقول أن تجي في لحظة تدعو المواطنين تقول لهم أن تقوموا بواجباتكم في القتال لاستعارة هذه الأرض، يجب أن تتوازن الحقوق والواجبات. ولذلك أستطيع أن أقول أنه منقسم بشكل عام، لكن ربما يكون هناك أغلبية يمكن أن يؤيد الحكومة في عمل عسكري محدود لاستعارة هجليج، وليس أكثر من ذلك. لا يؤيدونها في إسقاط حكم الحركة الشعبية في جوبا، أو في حتى في تنفيذ اعتداءات على الحدود، ولكن ربما تحصل على أغلبية في عملية عسكرية محدودة لاستعادة هذه المنطقة. سيد ستيفن، لماذا ربطت حكومة الجنوب الانسحاب من هجليج بقضية أبيي وانسحاب الجيش السوداني منها، وهل هي قادرة اقتصاديا على تحمل أعباء هذه الحرب؟ اولا الحكومه بتاعت الجنوب والقوات بتاعت الجنوب لم تقل انها لا تريد ان تنسحب من منطقه هجليج او فانطاو. ما اريد ان اقوله انه قال ان على الامم المتحده والقوات الدوليه ان تعتي الى هذه المنطقه وان تحمي هذه المنطقه لهين الذهاب الى طاوله المفاوضات. هي تريد فقط ان تجي الامم المتحده حتى لا تاخذ هذه الحرب يعني منظور ثاني، ربما ممكن تصعد الامر. وتتحدث عن ابيي، ان ابيي الان يتواجد فوق القوات المسلحه، ويقال ان ابيي هي ارض سودانيه، وجمهوريه جنوب السودان تقول ان الارض بتاعت ابيي هي ارض جنوبيه بلا نقاش. ما أريد أن أقوله الآن لكي نخرج من هذه الضوضاء الكبير، لنعود جميعا ونجلس سويا ونعلم ما هي المشكلة، لأن من قيم الشعب السوداني أن تجلس وأن يتحاور وأن يصل إلى اتفاق إلى حلول مرضية، لأن الشعب السوداني لا يريد الحرب ولا يريد أن يواصل هذه الحرب، إنما يريد أن يكون هنالك سلام مستديم وأمن، وحتى يستفيد منه القبائل المتواجدة في مناطق التماس. هذا ما يسعى إليه الشعب السوداني الآن. كما قال الأخ أفندي من لندن، هو تحدث عن احتلال واحتلال كل الكلمات، هذا إنما يعجج فقط، دار نصل لشيء، دار نصل لاتفاق. نعم، هذا ربما رأيك هو لشيء يجمع، من أجل نصل لشيء يجمع بين الدولتين، دارين حاجة يحذف الحرب يا جماعة. عايزين نتحدث عن شيء يبني كيف إنه العلاقة بين الجنوب والشمال يبقى متينة، يستفيد منه الأجيال القادمة. هذا هو المطلب الرئيسي الشعب السوداني الآن يطالب بها،
نعم. كان طيب سيد ستيفن، نحن نقرأ ما يحدث اليوم على الأرض من خلال لهجات الزعماء وكذلك السياسيين، وما يحدث أيضا على الأرض ميدانيا عسكريا اليوم. أحد، سأبقى معك في هذه النقطة لأنك لم تجبني عن الكلفة الاقتصادية لهذه الحرب، وكذلك حتى الكلفة العسكرية. هناك توازن، هناك اختلال لوجستي ما بين المقاتلين لأن جنوب السودان ليست لديه طائرات، ما يعني أنه مجبر على الرد على الأرض. يعني هذا يدفعنا للسؤال، هل قادر أو هل الحكومة الجنوبية وكذلك الحركة الشعبية هي قادرة على الاستمرار في هذه الحرب المكلفة اقتصاديا وعسكريا وكذلك طبعا إنسانيا؟ هي لا تريد أن تواصل في الحرب. حكومة الجنوب لا تريد الحرب. التي يحدث هو يقول إن هذه الحرب فرضت له، لأنه له أكثر من 68، وهو يقول 68 ضربات جوية يضربه أراضي السودان. هذا من قبل، يعني هذه الأقوال يقولها الحكومة وقيادين في حكومة الجنوب. ما نريد أن نتصل إليها، التكلفة ستكون باهظة، لذلك نعمل وندعو كل أبناء الشعب السوداني سواء كان في الجنوب أو في الشمال هنا في السودان من أجل التكاتف لعمل عملية الوئام والسلام بين الدولتين. الشعب السوداني لا يستفيد شيء اذا استمرت الحروبات بين الدولتين. التكلفة ستكون باهظة طبعا، وهذه الكلمة بالتحديد يبدو ان الجميع مجمع عليها، ان التكلفة هي باهظة. دكتور عبد الوهاب، ما هي تكلفتها طبعا انسانيا اقتصاديا وعسكريا، وكيف ستؤثر على اقتصاد البلدين، خاصة انها بدأت تتحول الى السيطرة على منابع النفط او تعطيل الانتاج؟ يعني حقيقة ونحن الآن نتكلم هناك عشرات لم يكن الآلاف من الأرواح تسحق، وهؤلاء الناس الذين يموتون غالبا هم يعني أفقر الناس وأضعف الناس في الجنوب والشمال، ولهم أسر ولهم أمهات ولهم أطفال، وهذه تقريبا هي الكلفة الأكبر. طبعا الكلفة الاقتصادية يعني كبيرة، وأنا أتفق حقيقة مع ستيفن في أنه يعني يجب أن يتم التراجع عن الحرب، لكن هذا التراجع يجب أن يأتي من الجنوب، لأنه كنا قبل يعني أيام قليلة في الأسبوعين أو ثلاثة عندما زار باغان أموم والوفد الذي معه الخرطوم بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا، كان هناك جو يعني مدهش من التقارب، وكل الناس شعروا بأن السلام قد حل، وحتى مثلا أن المعارضين للسلام في الشمال مثل الطيب مصطفى والانتباه وغيره كتبوا ينتقدوا هؤلاء ما سموهم بالمتخاذلين، وهؤلاء أيضا ردوا، يعني سيد الخطيب رد قوي عليهم. لكن في اليوم التالي الرئيس سلفا كير، وهو أيضا أعتقد من العقلاء، واستغرب أنه كيف صدر منه هذا الموقف، تحدث عن احتلال هجليج بدون مقدمة، بدون استفزاز، بدون أي شيء. بالعكس، يعني الجو في ذاك الوقت كان هو جو سلام، وكان كل السودانيين فرحين بذلك. الآن نحن نريد أن نفهم من السيد سلفا كير لماذا بدون مقدمات وفي هذا الجو الذي كان يؤدي إلى السلام هذا الكلام الذي قلت عندما قلت أن هناك أصابع خارجية وأشياء غير مفهومة، أن الرئيس سلفا كير الرجل المعتدل الرجل المتزن فجأة يعلن احتلال منطقة معروف أنها في سواء كان متنازع عليها وغير متنازع عليها، هي منطقة الآن في الشمال. أوغندا مثلا، أنا أعتقد إسرائيل الآن، أنا لا أعتقد أوغندا عندها القابلية لهذا. هناك لابد أن يوجد مستشارين إسرائيليين هم الذين زينوا هذه الفكرة وهناك أيضا يبدو أنه قوات أيضا في داخل الحركة الشعبية نفسها، هناك ناس متعطشين إلى الحرب. إذا لم نفهم من آمن الرئيس سلفا كير ونسمع منه اعتذار عن هذه الخطوة غير المبررة وفي التوقيت الخطأ، والآن أيضا المجلس الأمن وكل الناس طلبوا الجنوب أن ينسحب، إذا الخطوة الأولى لتحقيق السلام وخلق يعني روح السلام هي تراجع الحكومة الجنوبية علنا عن موقفها العدواني وسحب قوات الشمال، وبعد ذلك وبعد ذلك تأتي الخطوات اللاحقة. الخطوات اللاحقة سنعرفها عندما نتحدث بعد الفاصل حول حظوظ السلام والحوار والتفاوض في إخماد فتيل الحرب بين جوبا والخرطوم، بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. النزاع حول هجليج، رسائل عابرة بين جوبا والخرطوم أم حرب شاملة وطويلة الأمد؟ إليك الآن أتحول دكتور فيصل، ما الذي يجب برأيك على الدول الراعية لمسار السلام القيام به لتفادي ديمومة هذه الحرب الدائرة اليوم؟ أنا أعتقد مطلوب ضغوط كبيرة جدا على الجانبين للضغط على مسألة عقلية الحرب وإيقافها، ولكن في الوقت الحالي وبناء على ما يحدث في الأرض أنا أعتقد أن الواجب هو أن تنسحب قوات جنوب السودان من هجليج. يعني من الممكن أن نتجادل حول ما إذا كانت المنطقة دي متنازع عليها أو ما متنازع عليها، هي على الأقل عند تخطيط الحدود لم تكن واردة في المناطق المتنازع عليها، يعني هذا موقف جديد من حكومة الجنوب، ولكن فلنقل حتى أنها متنازع عليها. الاحتلال احتلاله عبر جيش جنوب السودان ليس حلا، وطالما هناك جولات تفاوضية، لذلك يجب أن تتركز الضغوط على الأقل في هذه المرحلة أن تنسحب قوات جنوب السودان، ولو حدث ذلك طبعا سيكون ذلك أفضل من أن تحدث حرب، وحتى لا تتضرر المنشآت النفطية، لأنه من الواضح أنه لو حصلت معركة وتضررت المنشآت النفطية ستنتقل طوال الضرر إلى المنتجات النفطية للجنوب في ولاية هل العقوبات الأممية يمكن أن تؤتي أكلها؟ هل يمكن أن تهدئها؟ أعتقد ذلك، أعتقد أنه نعم أعتقد العقوبات، لكن أنا أعتقد أنه الضغوطات الجادة قبل العقوبات يمكن أن تؤدي نتائج، يعني نعم. ربما حكومة جنوب السودان الآن تعول على المجتمع الدولي وتفتح معه أبواب ونوافذ، وبالتالي من الممكن أن تستجيب للضغوط. هذه أول نقطة. أنا أعتقد أنه إذا انسحبت قوات جنوب السودان يمكن بعد ذلك الشرط الذي اشترطته جوبا وفي وضع الاحتلال هو غير مقبول، لكن عندما يزول الاحتلال من هجليج اعتقد ممكن مسألة نشر قوات دولية على الحدود. حكومة السودان نفسها سبق ان طالبت بهذا واعتقد انها ستقبل به، لانها تشكو من ان تتعرض لهجمات من قوات الجبهة الثورية وانها قادمة من معسكرات في الجنوب، وبالتالي الحكومتان او البلدان لديهم مصلحة في مسألة نشر قوات دولية. نعم. ثم بعد ذلك بعد أن تزول هذه التوترات الأمنية من الممكن أن يعود الطرفان إلى التفاوض مرة أخرى لمناقشة القضايا العالقة ومحاولة حلها، البترول، الحدود، القضايا الأمنية وغيرها. نعم سيد ستيفن، أغلبية التصريحات من قبل السياسيين في المجتمع الدولي إن كان في الأمم المتحدة أو أمريكا، طبعا واشنطن كان لها تصريح وطلب من هيلاري كلينتون بالانسحاب من منطقة هجليج، نتحدث أيضا عن الاتحاد الأفريقي، كلها جاءت ضد هذه الخطوة التي قامت بها حكومة جنوب السودان بالسيطرة على هجليج، حتى الأمين العام للأمم المتحدة طلب أيضا ضبط النفس وكذلك الانسحاب من هذه المنطقة. هل هناك أذان صاغية في جمهورية جنوب السودان لهذه التصريحات، أم داخل ربما الحكومة هناك حمائم وصقور، هناك من يريد أن يتوجه نحو الحوار وهناك من يريد أن يستكمل هذه الحرب؟ بالطبع الكل طالب جمهورية جنوب السودان أو حكومة الجنوب أو الجيش الشعبي من الانسحاب من منطقة هجليج. الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، مجلس الأمن، المندوبة الدائمة لدى المجلس لدى الأمم المتحدة رئيس، طلبوا من الجيش الشعبي أن تنسحب من منطقة هجليج، ولكن حكومة الجنوب في إجابتها قالت إنها ستنسحب من هذه المنطقة شرط، وضعت هناك شروط. لكن إذا أردنا أن نصل لاتفاق على الأساس منه يكون في انسحاب، من الناحية التحليلية نجد إن حكومة الجنوب هي وضعت يدها على منطقة هجليج وهي لا تعرف ما يسمى بمنطقة هجليج. نحن ربما هنا في الخرطوم نعرف منطقة هجليج، لكن هم هناك يقولون هذه المنطقة يسمى بمنطقة فان طاو. نعم. فهذه المنطقة هي الأساس، فبالتالي يقولون إذا أراد المجتمع الدولي أن ننسحب من هذه المنطقة سننسحب من هذه المنطقة، لكن عليهم أن يأتوا بقوات دولية تكون موجودة في هذه المنطقة. هذه طيب. ناحية أخرى كبيرة جدا جدا، إذا عدنا لأشياء مهمة خالص يريدها حكومة الجنوب هي منطقة أبيي، يقول إن هذه المنطقة الآن لديها فيها قوات شعب مسلح، يقول إن على القوات الشعب المسلح أن تنسحب من هذه المنطقة وأن تترك هذه المنطقة للقوات الأممية المتواجدة فيها، وأيضا إنها ستنسحب من منطقة هجليج لكي تكون هنالك قوات الأمم المتحدة متواجدة في منطقة هجليج. إذن هنالك معادلة أخرى ورؤية أخرى يحتاج أيضا أن نعيد النظر فيها وأن نجلس أيضا، لأن الحوار مهم هنا، الحوار مهم،
الحوار مهم، أنا أقولها وأتمسك بها، لأن الحوار أساس هل كل القضايا مع كل ما يحدث بإيجاز من فضلك سيد ستيفن، هل مقاربة سيلفا كير للسلام قد تغيرت بعد كل ما حدث الآن؟ هو سيلفا كير بنفسه يتحدث عن السلام، وعمر البشير رئيس الجمهورية أيضا يتحدث عن السلام. نعم. إذن هناك اتفاق نحو السلام، فما الذي يحدث؟ تصريحاته ما كان هناك حديث عن الحرب. أتحول إلى دكتور عبد الوهاب. دكتور، لضيق الوقت أود أن أطرح عليك سؤال من شقين، أين هي بقية مساعي الدول العربية الراعية لاتفاقية السلام الشامل عام 2005 طبعا باستثناء مصر التي بعثت بوسيط، ثم سيلفا كير سيزور الصين في نهاية هذا الشهر. طبعا الصين تعد حليفة للخرطوم وأكبر مستورد لنفط جنوب السودان، هل يمكن أن تكون فاعلة في إخماد فتيل هذه الحرب؟ يعني طبعا العرب غائبون ولا داعي الحديث عنهم لأنه لا وجود لهم. الجهة النشطة الفاعلة الآن في موضوع السلام في السودان هي الاتحاد الأفريقي وبعثة تابو إمبكي البعثة الرئاسية. فيما يتعلق بالصين، طبعا الصين تضررت مرتين، المرة الأولى من إغلاق نفط الجنوب لأنه الشركات هناك معظمها صينية، والآن أيضا من إغلاق نفط الجيج، وبالتالي سيكون يعني لها كلمات ربما تكون يعني حادة شوية مع سيلفا كير فيما يتعلق بمصالحها. لكن في إضافة إلى ما ذكره ستيفن، أعتقد أن الحوار يجب أن يدخل إلى صلب المواضيع. حتى الآن وأثناء اتفاقية السلام الشامل لم يكن الحوار يصل إلى القضايا المهمة. القضايا الأساسية الآن فيما يتعلق بعلاقات الشمال والجنوب هي علاقة الحكومتين بالحركات المتمردة في الشمال والجنوب والقضايا الاقتصادية. إذا حسمت هذه القضايا يعني كان هناك نظرة أن الحدود يجب أن لا تكون مشكلة. يعني الحدود بين الشمال كما ذكر الأخ ستيفن هي الرعاة يتحركون والمواطنين يتحركون، وإذا كانت العلاقة طيبة وسليمة فلن تكون قضية الحدود قضية مهمة بالنسبة للبلدين. القضايا المهمة هي السياسية والاقتصادية والأمنية. طيب سيد فيصل، طبعا ضيفي يحاولان التركيز على المفاوضات وعلى الحوار وعلى السلام، ولكن آخر تصريحات للبشير تقول أن المعركة إما ستكون في الخرطوم أو أننا سنذهب إلى جوبا، ماذا يفهم من هذا الكلام؟ أنا أعتقد أنها يعني هي رد فعل، ونحن اعتدنا على ردود الفعل الخطابية، أنا حتى أسميه رد فعل خطابي، ولكن هذا لا يعني أنه حكومة الخرطوم لن تعود للمفاوضات. ربما يصعب عليها العودة إلى طاولة المفاوضات في ظل وجود قوات جمهورية جنوب السودان في هجليج، ولكن إذا انسحبت بأي طريقة بعملية عسكرية أو طوعا أو بوساطة دولية، أنا أعتقد بعد ذلك يمكن أن يعود الطرفان بما في ذلك حكومة السودان إلى طاولة التفاوض. هذا التصريح بالتأكيد مزعج، وكما ذكرت صدر في هناك أيضا تصريحات ومواقف عملية في جوبا مزعجة، مزعج من البلدين، وهو جزء من انتشار عقلية ثقافة الحرب، ولكن من الممكن محاصرة هذا النوع من التفكير وإعادته إلى مكانه عبر الضغوط والوساطة الدولية مرة أخرى وعبر العودة إلى ممارة الحرب. لكن أعول أيضا على منظمات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية في البلدين، يجب أيضا أن يضغط في اتجاه السلام وفي اتجاه العودة للتفاوض ومقاومة عقلية الحرب التي تغوى وتزداد كل يوم. وصلنا بهذا إلى ختام هذه الحلقة من قبل النقاش، كان عنوانها النزاع حول هجليج، رسائل عابرة بين جوبا والخرطوم أم حرب شاملة وطويلة الأمد. شكرا جزيلا لضيوفنا الذين شاركوا في النقاش والتحليل، السادة عبد الوهاب الأفندي أستاذ العلوم السياسية بجامعة ويستمنستر البريطانية، كان معنا من كامبريدج، من الخرطوم فيصل محمد صالح الكاتب والصحفي، وستيفن لوال الكاتب والصحفي أيضا. بإمكانكم الاطلاع على هذه الحلقة على موقع المؤسسة الإلكترونية dubaimedia.ae، كما يسعدنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني nqash@dmi.ae. في سعيه إلى التعبئة الشعبية، يفتح البشير منجد المفردات والأمثال الشعبية السودانية ليختار ما يناسب اللحظة السياسية وليصنع موقفه الساخر. آخر ما قاله البشير متهكما من الحركة الشعبية، لا يمكن أن نقول لها الحركة بل الحشرة، وهدفنا القضاء على هذه الحشرة نهائيا. وعندما استهان بالمحكمة الجنائية قال أكمب تحت جزمتي، وقال عن قرار الاعتقال بلوه أشرب مويتو، وعن المنتقدين لحزبه حزب الإنقاذ
قال الدير يقلع الإنقاذ يلحس كوعه. إلى اللقاء.